وفي مشروعات برضو شبكات المياه في الدمازين والروسيرس، دي عدينا دراستها الحمد لله الآن هي جاهزة، وبنزع مع الجهات اللي ممكن تتعاون معنا ننفذ المشروعات دي. بالنسبة للمشروعات الكبيرة زي الطرق، طبعا الطرق دي من الصناعات المكلفة جدا ومحتاجة يعني تمويل، حتى غير تمويل ذاتي محتاجة تمويل مركزي وتمويل خارجي كمان، تحتاج قروض. صناعة الطرق مكلفة، ونحن إقليم النيل الأزرق ده ما فيه طرق صراحة يعني، فكل الفترة الفاتت سواء كان النزاع أو غير النزاع ما قام الطرق خالص، يمكن طريق واحد فقط، وحتى الطرق الداخلية فيها إشكالات. الآن نحن في وزارة التخطيط العمراني يمكن كل الطرق الرئيسية عندنا معدة الدراسة بتاعتها وجاهزة، وسعين حكومة الإقليم السيد حاكم الإقليم سيد وزير المالية ووزارة التخطيط العمراني والبنى التحتية، كلنا الآن بنبذل مجهود على أساس أنه نلقى تمويل وننفذ الطرق دي. يعني مثلا عندنا الطرق الداخليه في مدينتي الروسيرس والدمازين، عندنا طريق الكرمك وطريق قيسان وطريق المنطقه الغربيه التضامن محافظه التضامن وطريق شمال الروسيرس وطريق شمال الدمازين، دي كلها طرقات الان او طرق الان مصممه ومعده جاهزه، وبنبحث عن التمويل لها. اذا ربنا وفقنا ولقينا التمويل ان شاء الله حتنفذ. حتى خيارات التمويل نحن ساعيين فيها، سواء كان تعاقد بالبوت او تعاقد عن طريق شروط الشراء والتعاقد المعمول بها، وكل الحاجات دي يعني يمكن السيد الحاكم لاعلى مستويات الدوله وصل في طريقه او بيبحث عن طريقه لتمويل هذه المشروعات. نحن برضو من المجهودات اللي بذلت يعني في الفتره الفاتت، مثلا عندنا في الكهرباء نحن عندنا مصدر من مصادر الطاقه الكهربائيه، ويمكن مغذي لجزء كبير من مدن السودان، ولكن طبعا السياسه السابقه حولت الكهرباء لشركات خاصه، وخلت التعامل مع خدمه الكهرباء تعامل مع شركات، وده عقد لنا الوضع. وعندنا خطه عملناها وقعدنا معها في ناس مع ناس اخواننا في اداره الكهرباء في الخرطوم، على اساس انه نحن نعمل مصنع لتصنيع الاعمده الكهربائيه في اقليم النيل الازرق. المصنع ده يتمول من ايرادات الاقليم، ويتم تصنيع اعمده، ونحن نساهم مع المواطن بالاعمده وببعض المعينات، والمواطنين يكملوا معانا ونقابل احتياجات الكهرباء في احتياجات الامداد الكهربائي.